لا تطحن الحرب في أوكرانيا أرواحاً وقراً ومدناً فحسب، وإنما تسحق رحاها آمال العالم في مناخ نظيف كان هدفه بحلول العام 2030. فبعد أن حلت الطاقة النظيفة مصطلحاً رائجاً في الذهنية العالمية، عاد الوقود الأحفوري يزاحمها وربما سيزيحها لسنوات. مخاوف أثارتها الأمم المتحدة عبر تحذير هيئة المناخ التابعة لها من أن الالتزامات الدولية الأخيرة بشأن المناخ ما زالت بعيدة جداً عن تلبية هدف اتفاقية باريس للحد من ارتفاع درجة حرارة الأرض إلى درجة ونصف الدرجة المئوية. اللافت أن تعهدات الدول وفق اتفاقية باريس بحد ذاتها لم تعد كافية على الإطلاق لتجنب ارتفاع درجات الحرارة العالمية وفق الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش. تصريحات غوتيريش جاءت إثر تقرير جديد صادر عن باحثين بارزين في مجال تغير المناخ، والذي أقر أن العالم يشهد اندفاعاً نحو مشروعات جديدة للوقود الأحفوري، أي النفط والغاز، وهو الأمر المرتبط بما خلقته حرب أوكرانيا من تداعيات فرضت نفسها على التوجه العالمي للطاقة النظيفة. مشكلة الطاقة النظيفة متشعبة للحد الذي أربكت فيه الدول الصناعية، وهي المسؤولة عن 80% من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في العالم. الدول الصناعية كانت تعهدت بالالتزام بالحد من هذه الانبعاثات وخفض درجة حرارة الأرض، لكنها في الوقت ذاته لم تهيئ البنى التحتية الكفيلة بتحقيق هذا الهدف، وحيث إنها ولا سيما أوروبا يشكل الغاز الروسي المنقطع عنها موردها الأكبر من الطاقة. كانت النتيجة أزمة في الوقود جعلت الحل الوحيد لها التوجه لإنتاج الطاقة الأحفورية. حقيقة الأمر أنه لم يعد مجرد توجه وإنما اندفاع، اعتبر نيكولاس هون من معهد نيو كلايمت المتخصص بشؤون المناخ أنه سيفضي إلى إنشاء بنية تحتية جديدة للوقود الأحفوري، والتي ستظل موجودة في العالم لعقود طويلة، وبالطبع ستشكل عائقاً أمام تحقيق الأهداف المناخية. تشاؤم آخر ألقى به وزير المالية السعودي محمد الجدعان في وجه العالم المضنى من أثر الطاقة الأحفورية، ليقول إن التحول في مجال الطاقة بعيداً عن الاعتماد على الوقود الأحفوري سيستغرق سنوات ربما تصل إلى 30 سنة ستكون ضحيتها الأشد تأثراً البلدان النامية، فأكبر تغيرات المناخ وأقساها وطأة ستحدث في المناطق الاستوائية وشبه الاستوائية، حيث يعيش نحو نصف سكان العالم المصنفون كشعوب فقيرة لا تملك إلا أن تأمل بالتفات الدول الغنية إلى معاناتها لتصدق ولو لمرة في التخفيف منها. انضم إلينا الخبير بقضايا البيئة والمتغيرات المناخية دكتور سعيد شكري من طنجة. دكتور مساء الخير وأهلا وسهلا بك معنا. دكتور، متى سيدرك العالم أهمية النظر بجدية وأخذ قرارات حقيقية متعلقة بالتغيرات المناخية، ومتى سيتم أخذ هذه القضية على محمل الجد وباعتبارها أولوية عالمية؟ دعني في البداية أهنئكم وأهنئ القناة على إثارة هذا الموضوع في هذا الوقت بالضبط، ونحن على أيام فقط من مؤتمر الأطراف 27 الذي سيكون إن شاء الله في شرم الشيخ. أنا سؤالك وجيه جدا، ولعل ما صرح به اليوم الأمين العام حول عدم إمكانية يعني هذا الالتزامات الدول العالم لن تكون كافية من أجل فعلا الحد من هذه التغيرات المناخية. يعني أقول لك شيء مهم جدا، هو منذ البداية الالتزامات، حتى الالتزامات الأولى في 2015 لم تكن هناك حرب أوكرانيا، لم تكن هناك ما نعيشه اليوم، ورغم ذلك كل التعهدات التي تمت لم تفضي إلى نتائج ملموسة على أرض الواقع. الدليل على ذلك هو أننا اليوم 7 سنوات في اتفاق باريس ولم نصل بعد إلى إجراء عملي فعلي، وبالتالي هنا سؤالك وجيه، إلى أي حد الدول وخاصة المتقدمة ستلتزم بمعاهداتها وبعهودها من أجل فعلا إنقاذ الكرة الأرضية؟ نعم، هذه هي النقطة دكتور. الدول الغنية، الدول الصناعية، وكأنها غير مكترثة بما يحدث في دول العالم الثالث. شاهدنا في المنطقة العربية على سبيل المثال بعض الأنهار لا يوجد فيها مياه أبدا، مناطق كانت خضراء في يوم من الأيام أصبحت مناطق متصحرة. الدول الغنية لا تكترث، هل يجب أن يحدث خلل مناخي في هذه الدول حتى تنتبه إلى العالم الفقير؟
لو انتبهت هذه الدول المتقدمة لفهمت جيدا أن مسألة التغيرات المناخية لن يعني تخص بلد بدون آخر في العالم، لعل ما شاهدته كندا وما شاهدته أيضا إنجلترا وما شاهدته بعض الدول الأوروبية التي كانت إلى حد قريب في منأى عن هذه التغيرات المناخية تجعلها اليوم، حتى الأعاصير التي ضربت أمريكا مؤخرا كلها مؤشرات تؤكد على أن التغيرات المناخية لن تتجه في اتجاه بلدان معينة، ولكن العالم كل اليوم في يعني في مرمى بالنسبة لهذه التغيرات المناخية. لكن الإشكال وأنت ذكرته هو أن التغيرات المناخية بالنسبة لهذه الدول ليست مسألة مناخية فقط ومسألة بيئية، بل هي مسألة اقتصادية، مسألة سياسية، يلعبون بهذه الأمور من أجل فعلا كسب تأييد شعوبهم من أجل انتخابات ومن أجل المسائل السياسية. وأيضا دكتور، نحن كمواطنين بشكل عام وأنتم كخبراء بالمناخ، كيف سنصدق ما يخرج عن هذه المؤتمرات وهناك مؤتمرات أخرى أيضا تقام من أجل استخدام أكثر للطاقة بشكل يضر البيئة بشكل أعلى من المعدلات حتى التي كان مخططا لها؟ اليوم عزاؤنا الوحيد هو مثل هذه التقارير العلمية، عزاؤنا الوحيد هو أن ما زالت بعض النوايا الحسنة موجودة، عزاؤنا الوحيد أن هناك بعض الدول تؤمن بأن هناك الحلول المقبلة، لكن مع الأسف وهذا يعني ظاهرة غريبة جدا أن الدول الملوثة أكثر هي التي اليوم تكون أكثر تعنتا وتريد أن تتمسك بنظامها. ربما اليوم العذر ديال أوكرانيا صحيح، ولكن الأعذار التي لاحظناها منذ سنوات منذ بدأت هذه المفاوضات لم نشهد ولو سنة، رغم الكوفيد يا أستاذ، لم نشهد ولو سنة انخفاض في انبعاثات الغازات الدفيئة، وهذا يؤكد أن النوايا ليست حسنة وأن التوجه اليوم هو توجه يعني خطير جدا في مسألة التغيرات المناخية. أنا أحكي لك من المغرب، والمغرب يعيش ظروف مناخية قاسية جدا، شح المياه، يعني كثرة الحرارة في هذا الفصل الذي نعرفه فصل خريف وبداية فصل شتاء، نعيش حرارة غريبة جدا. وهذه بعض التأثيرات للتغيرات المناخية. شكرا جزيلا لك الخبير بقضايا البيئة والتغيرات المناخية الدكتور سعيد شكري، كنت معنا من طنجة.